المزيد إذن عن الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمون في الهند، ولا سيما بعد صدور قانون الجنسية. معنا هاتفيا من اسطنبول الصحفي والمتخصص في شؤون الأقليات المسلمة محمد سرحان. حياكم الله أستاذ محمد. معنا إذن أصدرت لجنة دلهي للأقليات تقريرا تفصيليا عن أحداث العنف التي تعرض لها المسلمون في الهند، كيف تقرأ استمرار استخدام الحكومة الهندية العنف على مسلميها؟ مرحبا بحضرتك دكتور نصير وبالسادة المشاهدين. هو طبعا هيئة الأقليات أصدرت تقريرها في منتصف شهر يوليو الماضي حول أحداث العنف الأخيرة في نيودلهي خلال فبراير الماضي، وأيضا السياسات الحكومية التي تعتبر عنيفة تجاه المسلمين. قالت يعني اللجنة في بيانها أو في تقريرها، يعني طبعا عابت دور الشرطة وتخاذلها عن حماية المسلمين ومنشآت المسلمين من مساجد ومنازل وغيرها، لكن هو للأسف مظاهر العنف الحكومي تجاه المسلمين في الهند هو مستمر منذ فترة طويلة، خاصة منذ قدوم حزب بهاراتيا جناتا للحكم. يعني يتمثل في مثلا حظر التجوال المستمر في ولاية جامو وكشمير التي ألغي الحكم شبه الذاتي فيها قبل عام، أيضا يتمثل في المواجهة العنيفة من الشرطة تجاه احتجاجات المسلمين على قانون الجنسية الذي تم تمريره في أواخر العام الماضي، أيضا كذلك تجاهل العنف الهندوسي من بعض العصابات والأطراف الهندوسية تجاه المسلمين حتى في الشوارع العامة، ولم نجد أي مواقف أو أي حراك من سلطات الأمن هناك، وبالتالي فهو تشجيع غير مباشر حتى من قبل السلطات هناك لدى الهندوس لزيادة هذا العنف أو وتيرة العنف تجاه المسلمين. في الاحتجاجات على قانون الجنسية وفضها وحرق المساجد والمنازل المسلمين، كان عناصر الشرطة يشاركون العصابات الهندوسية هذه الهجمات والاعتداءات على منازل المسلمين، وهناك فيديوهات مصورة تثبت ذلك. يعني طيب أين دور المجتمع الدولي؟ التقرير أكد أن السياسات التمييزية التي تنتجها الحكومة الهندية تعد خرقا صارخا لحقوق الإنسان، لماذا إذن لا تتدخل الأمم المتحدة وتصدر قرارا مثلا من مجلس حقوق الإنسان لوقف هذه الانتهاكات؟ هو للأسف يعني بالنسبة للأمم المتحدة لا يعول كثيرا على مواقفها، خاصة في القضايا التي تمس المسلمين. يعني الأمم المتحدة نفسها لها قرار منذ الأربعينات بمنح الشعب الكشميري حقه في تقرير المصير واختيار سواء الانضمام إلى الهند أو الانضمام إلى باكستان أو حتى الاستقلال. حتى الآن ومنذ عشرات السنوات هذا القرار لم يتم تطبيقه. هناك مواقف مشابهة للأمم المتحدة مثل ما حدث في مذبحة سربرنيتسا في البوسنة عام 1995 مثلا، وبالتالي فمواقف الأمم المتحدة أو المواقف الدولية هو للأسف هناك ضعف كبير فيها، خاصة في القضايا التي تمس المسلمين، مع أيضا ضعف الموقف الإسلامي للأسف تجاه هذه المعاناة للمسلمين في الهند. يعني على هذا في الموقف الرسمي، شعبيا هناك وقفات في العالم، مثلا في فيينا هناك وقفة للتنديد بممارسات الهند في جامو وكشمير بعد إلغاء صفة الحكم الذاتي عنه. إلى أي مدى يمكن التعويل على هذا الحراك الشعبي العالمي اللي يوقف انتهاكات الحكومة الهندية على الأقليات وفي القلب منها طبعا الأقلية المسلمة؟ هو طبعا يعني أي حراك من شأنه تعريف العالم بالجرائم التي تتم بحق المسلمين في الهند أو أي دولة أخرى هو طبعا حراك مهم جدا ومطلوب، وللأسف طبعا هذا الحراك في العالم الخارجي الآن أو في الدول الأجنبية يعني هو طبعا تتضاعف أهميته، خاصة في ظل غياب هذا الحراك المماثل في بلادنا العربية والإسلامية، في ظل الغياب التام طبعا للدول العربية والإسلامية. وللأسف فهذا الحراك تجاه معاناة المسلمين في الهند من شأنه أن يفتح بعض من الجرائم الهندوسية ولفت نظر العالم إلى هذه المأساة. يعني وبالتالي طبعا يعني حتى الجرائم التي تمت في كشمير وحدها هناك التقارير تتحدث عن أكثر من 100,000 قتيل، يعني منذ عام 89 أكثر من 10,000 امرأة تعرضوا للاغتصاب، فضلا عن حرق المساجد والمنازل للمسلمين في الهند في الأقاليم والولايات الأخرى. وبالتالي فهذا الحراك طبعا مهم جدا، لكن يستلزم معه مواقف دبلوماسية يكون لها تأثير في الإجراءات الهندية. يعني هذه المشكلة أيضا ربما تشكل خطورة على العالم بأسره، يعني باكستان تدعم حق الكشميريين في تحديد مصيرهم والاستقلال على الهند، وفي تصريحات أخيرة هناك تهديد باكستاني للهند.
هل تعتقد أن هذا الدعم الباكستاني لإقليم كشمير وجامو يمكن أن يفتح باب الصراع المسلح مرة أخرى بين الجارتين النوويتين؟ هو طبعا يعني فيما يخص قضية كشمير أو موقف باكستان خصوصا هو له خصوصية طبعا، خاصة أنها كانت جزء واحد مع الهند قبل التقسيم، وقواعد التقسيم كانت تقضي بضم الولايات ذات الغالبية المسلمة إلى باكستان، وهذا حدث العكس طبعا مع تدخل الهند بالقوة وسيطرتها على ثلثي الإقليم وفرض الأمر الواقع، وحتى الآن هذا الوضع مستمر. للأسف باكستان هي في أغلب الفترات كانت تقف وحدها، حتى غياب الدعم الإسلامي والعربي لمواقف باكستان تجاه أزمة قضية كشمير. باكستان خاضت 3 حروب مع الهند بخصوص قضية كشمير في 47 و65 و71، ووقع بينهم طبعا اتفاقية شملة في بداية أو في عام 71. للأسف حتى الآن باكستان تقف وحدها في هذا الموقف، لكنها يمكن أن تستعين أو أن تستفيد من الموقف الصيني، خاصة وأن هناك توتر ما بين الهند والصين وصل إلى درجة طبعا تبادل حتى الضربات الحدودية، لأنه للأسف المواقف الإسلامية الآن غائبة، لكن مسألة الحرب هي مستبعدة. أنا لست محللا سياسيا طبعا، ولكن أظن أن الأمر مستبعد، لا يعني الحرب بين دولتين نوويتين طبعا ليس بالأمر الهين، ولكنه للأسف هو موقف أخلاقي على باكستان، خاصة وأن الشعب الكشميري هو شعب مسلم، وباكستان هي الدولة المسلمة القريبة والتي يعني لديها أيضا جزء حتى من كشمير، يعني تتحمل مسؤولية أكثر. نعم، شكرا جزيلا لك إذن الصحفي المتخصص في شؤون الأقليات المسلمة أستاذ محمد سرحان.